يا هلا والله بالحبايب، النهارده بإذن الله هسحب قدامكم $1 عن طريق تحميل الألعاب فقط. الموقع ده أنا سجلت فيه وبدأت إن أنا أحمل ألعاب زي ما حضراتكم شايفين. بمجرد إن أنا بحمل اللعبة بدخل للموقع، لقيت الموقع حسب لي النقاط مباشرة. فبتمنى كل الناس تتابع معايا الفيديو للنهاية، لأن دلوقتي هسحب قدامكم $1، ولو $1 ده وصلني هبدأ أكمل لكم شرح الموقع وأقول لكم إزاي تكسبوا $1 كل ساعة من الموقع ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا عن طريق تحميل الألعاب فقط. فالمهم أنا هاجي كده على البيبال وأختار سحب $1، بعد كده هنا احط ايميل البيبال، هضيف كده الايميل بتاع البيبال زي ما حضراتكم شايفين، واضغط على كلمة ريورد هنا. تمام، هنا هيقول لي طلبك قيد المراجعة زي ما حضراتكم شايفين. فدلوقتي يا شباب انا هنتظر لحد ما السحب يوصلنا على البيبال، وبإذن الله اول ما الموقع يدفع لي هبدأ ارجع لكم مرة تانية وهعرفكم بالتفصيل الممل ازاي انا سحبت $1 من الموقع ده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ورجعت لكم مرة تانية يا حبايب قلبي، بعد ما عدى يوم ونص تقريبا انا طلبت السحب امبارح والسحب لسه وصلني النهاردة زي ما حضراتكم شايفين. دي الرسالة اللي وصلتني اهيت زي ما انتم شايفين، هنا بيقول لي لقد تلقيت $1 من الموقع ده زي ما حضراتكم شايفين. تمام، يعني الحمد لله الموقع طلع صادق وبيدفع بدون اي مشاكل، وكمان جالي رسالة من الموقع نفسه زي ما حضراتكم شايفين بتأكد لي السحب. طيب خلينا نروح على الموقع زي ما حضراتكم شايفين، هنيجي على كلمة ريورد، بعد كده نيجي على كلمة هيستوري، وهنا بقول لي تم الموافقة على طلب السحب الخاص بك، وبالفعل يا شباب السحب وصلني بدون أي مشاكل. طيب دلوقتي بقى خلينا نشرح الموقع بالكامل وإزاي تقدر تكسب منه أكتر من $1 يوميا بإذن الله بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق الألعاب. مش شرط إنك تنفذ عروض والكلام الصعب ده، كل اللي عليك بس إنك هتتابع معايا الفيديو للنهاية، وبإذن الله هتتمكن إنك تسحب من الموقع ده عن طريق لاعبي الألعاب فقط، وهلعب قدامك وهكسب قدامك نقاط بإذن الله. طيب أول حاجة خلينا نتعرف على طريقة تسجيل الدخول. إن شاء الله هسيب لك لينك الموقع موجود في وصف الفيديو، اول ما تدخل على اللينك هتلاقيه فتح لك بالواجهه ديت، هتضغط هنا على كلمه كرييت نيو اكونت، بعد كده تبدا ان انت تملي البيانات دي، هنا تكتب اسمك وهنا الاسم الثاني وهنا تكتب الايميل وهنا الباسورد وتعيد الباسورد وتعلم على المربع ده وتضغط على كلمه كرييت اكونت، ومباشره هيبدا ينشيلك ايميل. فانا عندي ايميل يا شباب، هضغط على كلمه لوجن واضيف الايميل الخاص بيا والباسورد واضغط على لوجن، وعلى طول هيبدا يوجهني لحسابي في الموقع. لحظات زي ما حضراتكم شايفين هنا فتح لي حسابي اهوت بدون اي مشاكل. طبعا الموقع فيه طرق كتيره جدا للربح وفي وسائل كتيره جدا ما شاء الله للسحب، فخلينا نبدا واحده واحده كده ونتعرف على طرق الربح. اول حاجه تعملها انك تيجي على اول اختيار ده، دي بتكون عباره عن بعض المهمات كده، انك مثلا بتعمل لهم اشتراك في قناه التليجرام وبتكسب 200 نقطه، هنا بتاخد هديه يوميه كل شويه اللي هي تقريبا 10 نقاط او 15 نقطه، وهنا زي ما انتم شايفين بتدعي اصدقاء وبتحصل عليها 300 نقطه، وعندك حاجات سهله وبسيطه جدا جدا. طيب خلينا نرجع للخلف، هنضغط هنا، بعد كده هنبدا ان احنا نيجي هنا، دي الهديه اليوميه يا شباب زي ما انتم شايفين، بيقول لك احصل على الهديه اليوميه، هنضغط على كلمه كليم بونس، وزي ما حضراتكم شايفين هيبدا هو يقول لي اضغط على انا انسان اللي هي اي ام نوت روبوت، وعلى طول هيبدا اللي هو يحسب لي العشر نقاط اللي هي الهديه اليوميه. هنا بيقول لي حدد على الليمون، هنبدا ان احنا نحدد على الصور اللي فيها ليمون ونضغط على كلمه التحقق، وزي ما انتم شايفين هيقول لي تم احتساب الهديه اليوميه، هنضغط هنا على كلمه كلوز. هنا بيقول لي هو ممكن تطالب بالهديه اليوميه دي الثاني بعد ربع ساعه. تمام، وليك اربع مطالبات في اليوم، فكويس جدا. خلينا نيجي للصفحه الرئيسيه. طبعا بالنسبه لطرق الربح بقى عندنا ثلاث طرق للربح. اول طريقه اللي هي تنفيذ العروض ديت، وديت سيبك منها لان في ناس كتير بتشتكي لي منها وبتقول لي يا احمد مش عارفين نشتغل عليها. اما تاني طريقه اللي هي السيرفي زي ما انتم شايفين، دي شركات استطلاعات، وبرضه في ناس بتقول لي يا احمد مش عارفين نشتغل على الاستطلاعات. فكل اللي عليك انك هتيجي للصفحه الرئيسيه هتلاقي هنا حاجه اسمها العاب، الالعاب دي هتبدا ان انت تختار اي لعبه، خلينا نضغط عليها كده مثلا دي لعبه اهيت، هنضغط على متجر جوجل بلاي هيحولنا لتحميل اللعبه. كل اللي عليك انك هتحمل اللعبه زي ما انتم شايفين انا محمل اللعبه، طبعا هضغط هنا على كلمه تشغيل وهبدا العب اللعبه. لو تلاحظوا انا كان معايا تقريبا 800 نقطه مش فاكر، فالمهم انا هلعب اللعبه معاكم شويه، بعد كده هبدا ان انا ارجع للموقع واشوف هل هيحتسب لي نقاط ولا مش هيحتسب لي نقاط. فدلوقتي شباب انا هسرع بس الفيديو عشان ما اطولش على حضراتكم، وبعد ما العب شويه هرجع لكم مره تانية. Monday.
ورجعت لكم مرة تانية يا شباب بعد ما خلص الجيم. طيب دلوقتي بقى خلينا نرجع للموقع ونشوف هل فعلا احتسب لي نقاط ولا انا بلعب على الفاضي. طيب هنيجي كده نرجع للصفحة الرئيسية، تمام، هنعمل تحديث كده للصفحة. زي ما انتم شايفين بالفعل الموقع بدأ يحتسب لي نقاط اهوت. طبعا هو ما احتسب ليش نقاط كتير لان انا يا دوبك لعبت جيم واحد، احتسب لي تقريبا 22 نقطة او 25 نقطة تقريبا. فالمهم خلينا نضغط على الاختيار الاخير ده. طبعا دي اللعبة اهيت زي ما انتم شايفين. بقول لك ايه بقى، بقول لك جمع 700 نقطة في اللعبة ديت واحصل على 50 بوينت. ايه هي النقط ديت؟ دي النقط اللي كانت ظاهرة تقريبا في الواجهة الرئيسية اللي هي ديت تقريبا زي ما انتم شايفين. فكل اللي عليك انك هتجمع منها عشان يبدأ اللي هو يديك نقط حقيقية في الموقع ده تبدأ اللي انت تبدلها بأموال. وهنا لو تلاحظوا معايا انا خدت 700 نقطة طبعا لما حملت التطبيق فقط، وكمان اداني 100 نقطة اول ما لعبت في التطبيق. فممتاز جدا شباب، عندك طبعا العاب كتير مش شرط اللعبة اللي انا حملتها ديت، ممكن تحمل كل الالعاب ديت وتبدأ اللي انت تكسب النقاط بكل سهولة. ما شاء الله في العاب كتير والعاب كويسة جدا. يعني على سبيل المثال انا لو اديت التليفون ده لاخويا الصغير لمدة مثلا يوم، هبدأ الاقي مجمع لي يعني اقل حاجه 5000 نقطه او 6000 نقطه اللي هو الحد الادنى للسحب من الموقع ده. فبعد ما تجمع عدد كويس من النقاط هتبدا اللي انت تسحب زي انا ما سحبت في بدايه الفيديو. كل اللي عليك انك هتيجي هنا على كلمه ريورد، بعد كده تبدا اللي انت تختار وسيله السحب. عندك البيير، عندك هنا اليو اس دي تي اللي هي العملات الرقميه، وعندك البيبال وده اللي انا سحبت عليه. فما شاء الله الموقع بيقدم اكتر من طريقه للسحب، والحد الادنى للسحب 1 دولار زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا في المره الاولى سحبت 1 دولار فبدا اللي هو يخليها لي 5 دولار. انت ليك تسحب الواحد دولار ديت مره واحده. فممتاز جدا، كل اللي عليك انك هتجمع الحد الادنى للسحب اللي هو 21000 نقطه ب 5 دولار، وتبدا اللي انت تسحب مباشره من الموقع الرائع ده. وده اثبات السحب اهوت قدام حضراتكم، فموقع جميل جدا انصحكم انكم تشتغلوا عليه. فالحد جاي كنت فيديو النهارده، بتمنى يا رب يكون عجبك فيديو النهارده. اشوفكم بقى في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.